يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين طلب الدعاء من الرجل الصالح وبين طلب الرقية منه، فيرخص في الأول ويكره في الثاني، وفي كلا الأمرين تعلق بالمخلوق؟ ما أدري وش السؤال. يقول ما الفرق بين طلب الدعاء من الرجل الصالح وبين طلب الرقية منه، فيرخص في الأول ويكره في الثاني، وفي كلا الأمرين ما فرق بينهما أحد، طلب الدعاء أو طلب الرقية. الرقية دعاء، تطلب منه أن يدعو لك بالشفاء، فكلاهما طلب للدعاء. طلب الدعاء من المخلوق جائز، إنه إذا كان صالحا يرجى قبول دعائه فيجوز لك أن تطلب منه، لكن كونك تدعو الله أنت ولا تحتاج إلى أحد هذا أفضل، فيكون مكروها من ناحية أن هذا في حاجة إلى المخلوق، ومهما أمكنك الاستغناء عن المخلوق فهو أفضل لك. نعم.